واش واش الدراري، مرحبا بكم كاملين في فيديو جديد. المهم اليوم الدراري غنشرح لكم واحد لابليكاسيون اللي زوين بصراحه، اللي غيحسن من اللعب ديالك شويه، ماشي توقع شي حاجه اللي بزاف، احسن من راسك توقع شي حاجه اللي بزاف. المهم غنخليكم مع الفيديو الدراري، ما تنساوش تصابونوا معنا الا ما تصابونيتوش. وحاجه اخرى كنشكر كاع الدراري اللي سبورطاوني، هما لي كومونتير ديالهم طالعين هنايا، السبور ديالكم والله تا بزاف بزاف، شكرا لكم بزاف الدراري. المهم نخليكم مع الفيديو، بيس. هذا هو لابليكاسيون اللي دويت لكم عليه، راه هو تطبيق 100% برازيلي. المهم بالنسبه للطريقه ديال الاشتغال ديال هاد لابليكاسيون الدراري، هو واحد الابليكاسيون اللي كيوريك كيفاش تخدم المايور سونسيبيليتي في التليفون ديالك نتايا، اللي هما جربوها البرازيليين ودارهم في هاد لابليكاسيون. هذا راه هما جادو تليفونات جداد اللي ما كانش فيه بزاف ديال لي تليفون. المهم اليوم داروا واحد الميزاج جديد اللي داروا فيه بزاف ديال لي تليفون. بالنسبه للاسف ما كيدعمش لنا الفيرسيون لي او اس، كيدعم غير الاندرويد صافي الدراري، وفيه شويه ديال الدي بي اي. غنوريكم كيفاش ديروا الدي بي اي باش يخدم لكم. المهم نمشيو نشوفوا كيفاش الطريقه ديال التيليشارجمون ديالته. وحاجه اخرى، راه هو اونتي بان، راه ما فيهش البان عادي. كنجيو للبلاي ستور كنكتبوا سميتو، من بعد كنتيليشارجيوه عادي. الا كان عندك كدير الميزاجور حيت راه زادوا شي تليفونات جداد، اوكي. من بعد ما كيتاصل الدراري كندخلوا له باش ناكد لكم بلي هاد لابليكاسيون راه هو اونتي بان، ما فيهش البان، وراه ما عندوش شي علاقه بالفايلز ديال التليفون ديالك الدراري. كيوريك انا غير كيفاش تلعب لوجو ديال فري فاير الا كنت جديد فري فاير، كيفاش تو كيل، هاو تو يو كيل انيميز اند لايك شي حاجه بحال هكا الدراري. المهم وفيه واحد الخاصيه اخرى الدراري اللي زوينه بصراحه، واللي هي الايماج ولا الوالبرز، فيش والبرز ديناديين ديال شي سيزونات اللي قدام بزاف، راه كاينين لتحت هبطوا لتحت راه تلقاهم. وفي حاجه اخرى عاوتاني ديال الكاستم هاند، مع شحال من صبع كتلعب فري فاير، 3 صبعات هما الاعدادات اللي غدير لك، 3 صبعات 2 صبعات هما الاعدادات، 4 صبعات هما الاعدادات، 5 صبعات راه ما كاينينش بلا ما يتسنى شي واحد فيكم، راه ما كاينينش لتحتها. ها وعندنا حتى الشخصيات ديال فري فاير الدراري، عندنا علوك وكاين كلاطا هو الدراري، وهنا عندنا الطوموبيلات ديال فري فاير، وهنا عندنا الاسلحه ديال فري فاير، وعندنا طرب البربريه الدراري كاينه لتحت كاع عيشتوه. اوكي الدراري دابا نجيو للحاجه المهمه، وهي كيفاش نخدمو مايور سونسيبيليتي في التليفون ديالنا. كنجيو لهنايا كنختارو التليفون ديالنا، انا عندي سامسونج الدراري والحمد لله، سامسونج ام 10. هنايا عندنا ام 10 عادي بلا دي بي اي، وكنجيو عاوتاني هنا كنتلاقاو سامسونج ام 10 بالدي بي اي ديالها. هنا كنشوفو بلي جينيرال داروا لنا فيه 94 بالنسبه للريد دوت، 90% سكوب 2 10، وسميتو في 4 ديالنا فيها 100، والاوا ام ديالنا في 0 الدراري. بالنسبه للدي بي اي اللي عندنا هنا هو 580، هذا هو الدي بي اي اللي خصنا نديرو في التليفون ديالنا واللي غيجي معاه. كاين بعض التليفونات بحال 1 جيجا في الرام ما غاديش يحطو لهمش دي بي اي الدراري، ما غاديش يكون في الدي بي، ما غاديش يكون الدي بي اي كاع في التليفون ديالو، غادي ما غاديش يقرا له التليفون. غنمشيو للبارامتر الدراري، من بعد غادي نمشيو ابخبو دو تليفون، غنمشيو لانفورماسيون ديال التليفون ديالنا، غنبقى ندير واحد اللعبه سميتها نيميرو دو فيرسيون، كتبان لينا بلي راه اكتيفي، انا طلعوا لي ديجا اكتيفي حيت ما اكتيفيهاش شحال هادي. من بعد غنمشيو لاوبسيون دو ديفلوبمون، وغنقلبوا على ديك اللعبه ديال دي بي اي. ويرز دي بي اي؟ ها هو دي بي اي الدراري. غنكتبوا شحال قالنا، قالنا حنايا 580، واه هي اللي قالوا لينا. من بعد غنعطيوها ليهم، غيتبرونط التليفون واحد 3 سكوند 4 سكوند وغيرجع. اوكي ها هو رجع لينا التليفون الدراري. من بعد صافي دابا راه اكتيف الدي بي اي، غندخلو فري فاير، غادي يكون داكشي زايد واحد شويه ديال الدي بي اي، شي حاجه سنسيبيليتي زوينه. صافي الخوت جينا لاخر الفيديو. المهم خلو لي كومونتير في التحت على الراي ديالكم في هذا الفيديو، وحطوا لي واحد لايك، وقولوا لي شنو نقدروا نديروا الفيديو الجاي. المهم اللي ما صابونيش يتصابونا معنا، يلاه نخليكم